لا زيت غادي بغيت نزيت هي خسي لا زيت نتاويت غير غريق زر السراديت السراديت مليح الصابون نتمصمصيت مليح نسرقت سيدو صح مليح نتاويه نتقارد شيت بعد بغيت نقرزش نتلميت بعد بغيت نلم ولا انا انطروجات سمنت كتفسن انطروجات على طروج نسراديت وتنسر بعد بغيت نسر وتنزل تنظر نسرق شي زر بيه ني غادي نسرق قشابي ني غادي نسرق علاو يعني كل شيء سي قصي اميني غا ما تريسي سلف الف غير المعيش سقاد نكر نمشي نتعش غير هي قصي ونتعش كي الحشد الحمد لله لقى نمشي ماذا بيا تقليدي وتقليدي ما نتديش هذا روح بالنسبة للزربية هي تشمل عدة يعني رموز. من ضمن هذا الرموز مثلا نجد المحراب، وهذا المحراب يكون وصل الزربية، وهذا المحراب مشتق من كلمة حرب، والحرب معروفة بساحة الوغاء أي مكان قتال فسمي بالمحراب. نجد مثلا النجم المهراس في هذه الرموز، النجم مثلا يدل كانت آنذاك يعني الأسر يسمرون تحت ضوء هذا النجم، لأن فحت الشموع لم تكن. المهراس يعبر المرأة التي تضع كل ما لديها من حنة وتوابل إلى غير ذلك لتهريسها فسمي بالمهراس إلى غير ذلك. هذه زربية بابل راهي مشهورة بزاف بزاف عالميا، وراهي راسخة في ذهوننا بزاف وما نقدرش نسبلو فيها خلاص. كما راكم تشوفوا في الزربية هذه راهي على مستوى القطر العالمي بزاف، وكتشوفي هذا لي موتيف هذو كانت بكما الجزائرية ما الشوية بصفة كانت كي تشوفي راسها اي موتيف يجيها في بالها كانت تحطه في زربية بابل. ملي كانت زربية بابل هي مشهورة، ملي كانوا أنا ويما ونانا وولدي ونخليها لبعض الأجيال اللي جاية من بعد، ما تنساش خلاص زربية بابل. كاينة نقطة يعني نشير ليها، أنه أول من صنع الزربية، احنا نقولوا يعني بصفة عامة كي نقولوا زربية ولا صناعة تقليدية، يروح بالنا أنه المرأة هي اللي صنعت هذه الصناعة، أنه أول من صنع الزربية، زربية بابار، هو شخص يسمى بالرقام، يعني الرجل هو أول من صنع زربية بابار. مؤخرا في إطار المشاريع اللي التنمية على مستوى الولاية، تم إنجاز مشروعين، مشروع دار صناعة تقليدية، ومشروع مركز عرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية. هذه الهياكل هذه راح تساعد الحرفيين وراح تمنحهم محلات وورشات لإنتاج وبيع هذا المنتوج، وراح تساعدهم على التسويق وعلى ترويج المنتوج اللي راه يعاني منه الحرفي بصفة عامة. تتفنن الحرفيات الخنشليات في صنع الألبسة التقليدية ذات الطراز الشاوي الأوراسي، ما يعكس تقاليد وعادات المنطقة ويتمثل في الملحفة مزينة بألوان مختلفة مصحوبة بالحلي الفضية. اللباس الشاوي هي الملحفة، الملحفة هي الزي تاع المرأة الشاوية تاع المنطقة تاعنا حنا، كانت تلبسها بكري وما زلنا إن شاء الله نحافظوا عليها، ما خطاكش إرث نورثوه حتى حنا من بعد. باش نستحفظوا عليه لازم نطوروا فيه، حنا في وقت التطور لازم باش نستحفظوا على حاجتنا لازم ندخلوا عليها أمور معاصرة، أمور جديدة. الكوبون لازم يكون جديد، اللمسة تكون عصرية كما الملحفة السوداء. ساتون سواغي دخلنا فيها الزي التقليدي على شكل الملحفة، ودخلنا فيها الألوان بقات هي وحافظنا على النمط
تاع الزي التقليدي القديم بصح باسلوب جديد. تنجم البنت العصريه تلبسه في 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 المنزل في ونفات، حاجه اللي تمثل المنطقه. الطبق نتاع اليوم الرفيس الزراوي تاع المنطقه، نطيبوه نخبزوا، نجيبوا الدقيق نخبزوا نبسوا الدقيق ونعجنوها ونطيبوها. كي نطيبوها طيب نوليو نهرسوها، نهرسوها ونذوبوا الزبده والغرس ونخلطوهم ونعجنوها، نعجنوها نخرجوا الرفيس الزراوي. وهذا الطبق نتاع الرغده، حتى هو نبسوا الرغده ونخبزوها نطيبوها ونعاودوا نهرسوها حتى هي، نديروا الزبده والغرس ونديروها رفيس، رفيس الرغده. الأطباق التقليدية اللي في ولاية خنشلة، عندنا البربوشة كما نقولوا بالعمية ونقولوا طعام، عندنا البربوشة، عندنا شخشوخة، عندنا رفيس الرغدة، عندنا رفيس الزراوي اللي يدير بالخبز الرقيق كما نقولوا بالرخساس، وكنت شفتي طريقة التحضير تاعو. وعندنا عندنا جاري فريك، الشربة تاعنا هي تخدم غير بالفريك على خاطر المنطقة تمتاز بهذه الأشياء هذه. عندنا رفيس رفيس التونسي كيما نقولوا، عندنا الطمينه، ولهذه الاطباق هذه كيما نقولوا الطمينه تشتهر بها ولايه خنشله، يعني في كل الدوائر تاعنا، في المناسبات، في عرس نبداو بالطمينه، في النجاح تاع واحد ينجح الباك ولا سيزيام ولا، المهم نبداوها بالطمينه. وهي عباره كي نقولوا الطمينه هي نقولوا عباره على الضمانه، يعني ضامنين باللي هذاك النجاح ولا ضامنين باللي الزواج هذاك راح يتم سعيد. الطريقه تاع الطمينه يعني كي نبداو بها هذه الطريقه تاعها. عندنا شخشوخه ثاني نديروها في كل مناسبه بات عندنا في ولايه خنشله، وكي نقول شخشوخه، شخشوخه تاع البرانس اللي طيب في الطاوه، نعجنوها ونطيبوها في الطاوه ونفتوها ونديروا لها المرقع تاعها، نديروها ثاني في المناسبات تاع في الافراح ولا في النجاح، يعني خاصه في النجاحات هي الاكثر المناسبه تاعها في النجاحات ولا في المولد النبوي الشريف ولا في عاشوراء، يعني في المناسبات هذه الدينيه ولا الاعياد ثاني. هذه نديروا شخشوخه تاع البرانس. عندنا الزراوي نديروه كي ظل سخون الحال، نديرو زراوي ومعاه اللبن، خاطر يتكل غير مع اللبن، وبما ان عندنا المنطقه تاعنا رعاويه عندنا اللبن، نديرو زراوي ومعاه اللبن. عندنا الرغده، الرغده كما تقولوا الحرشايه، عندنا الرغده. Bye.
ربيت تمطوثة خنشليث هسليث زرباي ممشاه توسن يتوخذ من صدودان ورغن تمطوث اللوراث وطرو الجانت وسرق نسيس انت اكروس هو انا بعد بوات نسرق نسبغيت نسبغيت بعد بوات نسبغ ايو ما نسريت نسريت بعد بوات نسر انزطيت نسرقت زربي هذا يا وذا مسوحي وذا رقم وذا قفصي ثين تاكروس تقس المقس وثين الحشت الجدودنا من الجد يا جد تثبت تغيمه الجدود وتغيمه اروان تاروان نسن زطنت وتثابعنت والقضي العصر واسا هني جينا السانترا وتثابعا التقليد نسن يخسادي عدا غير الدول لنا تستقبل انتيس وذي لينت البيعات وذي فتح فلاسنا وكريم المهم والتيلي البيعث والتيلي الجري يزضوان نسن خسنا ذبان غير الدول نسن مشاذ روسيت التويلات ذي جيشام طوط لوراسة تجوى تصروح إزورا النس يتواز داين النه زرباي ما لابين غا تقليدو تروحيش أن نحكم صلاة الوالدين أن زابع طول صلاة الوالدين وكمان نموت هذه وايل تسمى زربي زقيم لا بيع لا شراء لا تقيم تقلاوزة نطيقاشين بصح الدوصة صلحشي وطيش شما لابية التقليدية تنساب احنا الزربية هذه راهي من تاريخ اجدادنا وحنا ما زاد بينا التقاليد هذا ما يروحش يبقى من جيل لجيل رانا خلى احنا في ارواحنا حكمناه من جيل من ابائنا واجدادنا هذا يعلم لهذا وحنا ماذا بينا الدوله ماذا بينا الدوله تعاوننا ورني ما هي راه زربيث مباباري سوري خنديم قران وثويدا مشان الناس دخلت مورثنا أساس خصت الصيوض يدلس النغل تمورا برا على خاطر إزورا وقذوذ النغوثين ذقول تمور النغ ها ساعات ويدس نتغدر تسلمها شو الغريش هنجا تسمى سلمة تسين تغس كنتين تسين تغس كنت سلمها سلمها خدم حدي خدم حدي وخدم الشح هما دابين أنت شو خصص نجنا يا موج الحل باش كنت تقول هالزربيز باش كنت الخالد تقدم والناس أنت شو تقلي من قديم ما يروا هذي وقف نتابع والفايدة التالي الخلم تنا يعني ما دابين قا الحاش نتقلي دي قديم تا وتروحي شو خلاص أنا سبعة شو تان سبعة الحنا توس مسير تان ضمي تان سبعة الحويش قديمين ومتديش أضرب نتريك